اغلبهم بيشتكوا ان عصبيه ماما اكتر من عصبيه بابا. طبعا كتير منهم كتبوا بابا عصبي. والحاجه غريبه قوي ان العصبيه منتشره في العيله القبطيه اكتر من العيله الاسلاميه. في خدمتي 20 سنه في مصر لاحظت الحكايه دي. يبقى عماره فيها 10 شقق، اثنين منهم اقباط، اكتر اثنين عاملين دوشه في العماره الاقباط. مش خناقات ضرب وحاجه كده، لكن صوت عالي، طول النهار صوت عالي. احنا دايما مشدودين وعلى اعصابنا وعايزين الاولاد بتوعنا يبقى احسن ناس عاملين كده كل يعني علاقتنا مع اولادنا عامله كده على طول. من ساعه ما ندخل كل اخطاء اولادنا كده. يا جماعه يا ناس الدنيا مش محتاجه كده خالص. الولد ما بيذاكرش، الولد حامل وجاب نمره وحشه، الولد ما بيروحش مدرسه احد، كل حاجاتنا كده ايه؟ فكل حاجه اندر بريشر جامد جدا، ده صعب قوي. ربنا بيدي بعض الاسر واحد من الطرفين مش عارف الطريقه دي وليكن بابا فبيبقى ريلاكس خالص وماما على طول. فبعد ما يناموا الاولاد انت دايما كده انت بارد انت ما بتعملش حاجه انت او العكس او العكس. عندي اب ايده طويله ايده طويله او اي غلطه تحت ماما ما تستحملش حد يلمس الام دي ام الزوج ده بالذات هو ده ايده طويله زياده والام دي حنينه زياده ما تستحملش حد يلمس ولادها. لو قال اي ولد تشيله حبيبي فمجرد بس بابا يعمل كده هو تجري عليه ما عندهاش مانع ابدا تزق الراجل مره مره تحت ما خليش اخش جبت له كده شوارع عملت وش شوارع ولما بنلومها بقالت كده قالت انا زي القطه اللي يقرب لولادي يخرج. تعدد السلطات لما تيجي قدام الاولاد تبقى خطيره جدا. واغلب الاولاد والبنات اذكياء جدا فيري سمارت يعرف مين هيديني ويوافقني على الحاجه دي. هم انا مثلا عايز افتح التلفزيون استنى بس هو يخرج مامي ممكن اشتغل او العكس او اروح لجدي او اروح لتيتا والعب والف انا عايز سويتس القصه بتاعت الشكري بتاعت امبارح دي استنى لغايه لما ماما مشيت انا العب على الاولاد بقى يلعبوا ويودونا ويرجعونا على الشغل. لو حد فيكم في يوم من الايام في يوم من الايام في حياته كلها مع اولاده يتصور ان هو في يوم من الايام هيبقى اذكى من اولاده ابدا ولا هيقدر يضحك عليهم ولا هيقدر يبقى يعني اوعى اكبر خطا يعني ده غالب غير الموضوع ده مش مكتوب في الكلام ده لكن بيني وبينكم بقى بصراحه انتوا اذكى مننا خالص وهيلعبوا بينا وهيورونا هيورونا ان هم عايزين يوروهولنا وهيخفوا عننا اللي هم مش عايزيننا نشوفه ومش هتقدر توصل له اوعى تكلم نفسك سمارت حتى الصغيرين في السن حتى الشباب اللي الابهات والامهات الصغيرين اللي برضه يعني قريبين من التكنولوجي بتاعتهم برضه هم مور سمارت من فتذكر قوي الحكايه دي فتعدد السلطات مهمه جدا. طبيعي ان 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 اثنين جايين من ديفرنت كالتشر وديفرنت فاميليز وديفرنت تشيرشز لما يتجوزوا مع بعض انا بتكلم على اثنين كوبتك ما بتكلمش على ديفرنت ناشوناليتي ولا حاجه لكن ناس بس واحد من كفر الشيخ والثاني من شلاتين وحلايب اللي مرسل ده امبارح للسودان خلاص ده نزل عليه. فواحد من شلاتين وحلايب وواحد من كفر الشيخ الاثنين ما همش مسيحيين بيشكر ربنا عشان كده انا حد يهز كفر الشيخ؟ لا يمكن مفيش كنيسه رحتها وسالتك السؤال ده حد قال انا من كفر الشيخ؟ كفر الشيخ؟ حد من كفر الشيخ؟ انا اسف حد من واحد سيوة حد من واحد سيوة اسف كفر الشيخ ديت ما فيهاش مسيحيين قليلين قوي الناس طيبين قوي ما بيخرجوش بره بره كفر الشيخ فانا بطمن دايما لما اروح اي حته اقول من كفر الشيخ فما بلاقيش حد ودي المدينه الوحيده اللي ما شفتهاش في جمهوريه مصر المدينه الوحيده اللي ما خدتهاش في حياتي بقيه المدن كلها فيها مسيحيين كتير لا كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ لا
مسيحي؟ كتير مش كتير؟ لا انا ما اعرفش، انا معلوماتي عنها ما قابلتش حد مسيحي من كفر. هو اللي كفره الشيخ. فممكن اثنين جايين من ديفرنت كانتريز او ديفرنت سيتيز. انا اعرف من طلبه بجد. فممكن يكونوا مختلفين خالص، طريقه التربيه مختلفه، طريقه العيله مختلفه. صدقوني انا لاحظت حاجه غريبه، لاحظت ان في واحد يتجوز الكازن بتاعته، بنت خالته، بنت خالته، اختلفوا مختلفين مع بعض في التربيه، والامهين كانوا قريبين من بعض من نفس المدينه. حاجات غريبه قوي يعني، حتى بين القرايب ما بقاش في هارموني قوي يعني. فطبيعي جدا يبقى في اختلاف في المنتاليتي، اختلاف في التربيه، مش غلط، بس نقعد مع بعض نتفق على الحاجات، علشان خاطر ما ينفعش يبان اختلافنا قدام الاولاد. لمصلحه الاولاد لو سمحتوا ما تعملوش نوع من الاختلاف في التخويف. الاطفال بيتولدوا ما عندهمش اي درايه بحاجه اسمها خوف. الطفل شجاع جدا، اشجع من بابا وماما وابونا وكل حد. حط ايده في بق الاسد ولا يهمه، حط ايده في النار، في البوتاجاز، في ما عندوش مشاكل خالص. الطفل اللي عنده سنه ده انتهى الشجاعه. بيتعلم الخوف منين؟ بيتعلم الخوف منين؟ من بابا وماما، ساعات جده وتيتا. صرصار ده طول ما اترعبت يبقى الصرصار ده حاجه مرعبه. هيكبر الطفل يقول لك ايه صرصار. في مره مؤتمر لنساهوش سنه 88 89 حاجه زي كده، بنات ثانوي بس، كنا طالعين مؤتمر بنات ثانوي في اسكندريه، كان عندنا بيت في الكنيسه بتاعتنا، وعندنا بيت في اسكندريه في العجمي. فكنت انا طالع مع البنات دي، والبيت عباره عن حوالي يمكن 12 اوضه، وفي اوضه صغيره كده هو لابونا في الوسط. كنت انا وطفلي قاعدين في الاوضه ديت، والساعه 1 بالليل بقى، في نص الليل، وبعد ما نمنا وخلاص بقى يعني نوم طويل، وهد ورد طخ 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 طخ. قلت بس حرامي دخل في مصيبه، كنت معايا كلهم بنات، وانا الراجل الوحيد اللي معايا 70 بنت، وانا الراجل الوحيد في المؤتمر ده كله، حتى ولادي الصغيرين ما كانوش فارق انا ومراتي بس معاهم، ومعايا 70 بنت. خلاص في حرامي جاي، ولا كان في موبايل، ولا كان في حد، في حته مقطوعه، بس ربنا يستر. طبعا معيش حاجه خالص، طالع بالصليب بتاعي. ايه يا جماعه؟ فلقيت البنات طالعين من اوضه النوم بتاعتهم، صفرت وطري يا ابونا طلع ان في واحده منهم عندها فوبيا صراصير. ففي وسط الليل الساعه 1 ولا 2 بالليل دخلت الحمام لقت صرصار. مش تعمل اي حاجه، راح مصحيه الاوضه بتاعتها قاموا من النوم مفزوعين، فحسوا ان في هجوم الصراصير عليهم. حرب الكواكب، في حرب الكواكب، حرب الكواكب. فالعيال كلهم خارجين وبيقولوا صراصير يا ابونا، صراصير يا صراصير، فين الصراصير دي؟ في الاخر طلعت صرصار واحد طلع من البلاعه بتاعته بيلعب بشبابه. فالخوف دوت مرضي، لما كتير قوي لما صلي له يا ابونا علشان ده اصلا بيخاف، صلي له عشان بيخاف. فبقول لها انت بتخاف، بيخاف من الضلمه، انت بتخاف من الضلمه، انت بيخاف مش عارف ايه، انت ايش عرفك يا ابونا؟ فالاولاد ريدي ان هم يكونوا شجعان. تيك كير قوي، ما تخافوش، تيك كير ما تخافوش، تيك كير ما تكرهمش المشاعر بتاعتكم والانطباعات بتاعتكم. يعني انت ما بتحبش القطط، انت ليه سماها ايه؟ يعني كل الاباء والامهات اللي ما بيحبوش الميه، اولادهم ما بيحبوش الميه، اللي ما بيعرفوش يعوم اولادهم ما بيعرفوش يعوم، الاب والام اللي بيعرفوا يعوم تلاقي اولادهم من صغرهم بيبلبطوا. ساعات على فكره الام ما بتبقاش عارفه، لكن الاب جريء فبياخد الاولاد وبيعمل بالانس، ويا بخت اللي يحصل بالانس في الحاجات. عشان كده اثنان خير من واحد، لانه اذا سقط الواحد يقوم الثاني.
واذا سقط الواحد يقيم الثاني. انا ما بحبش كذا، الثاني بيحب، وهكذا تمشي العمليه.